بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأعزائي الحضور في هذه الندوة التي يقيمها مركز الرافدين دراسات. الندوة تأتي ضمن أسبوع القدس العالمي، كما هو معروف أسبوع القدس العالمي الذي تتضاعف فيه الجهود وتكثف فيه الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية. هو أسبوع الأقصى الشريف، الأقصى المبارك والقدس الشريف، الدفاع عن القدس الشريف مثل ما يقول علماءنا وتحريرها من المحتلين فريضة شرعية، ضرورة قومية وإنسانية. وضمن هذا السياق تأتي هذه الندوة اللي تأتي تحت عنوان فلسطين والعراق تاريخ من الجهاد. في هذه الندوة استحدث الدكتور ليث سعود أستاذ التاريخ الإسلامي عن دور العراق في القضية الفلسطينية، وربما سيتطرق من صلاح الدين الأيوبي، واستحدث أيضا الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث في مركز الرافدين دراسات استراتيجية عن أيضا دور الجيش العراقي في نجدة فلسطين، في الوقوف مع قضية فلسطين وجزء من تاريخ أهل العراق. لكي نختصر الوقت حقيقة ونستثمر الوقت في حديث الأساتذة الباحثين، سأترك الحديث أولا للدكتور ليث سعود. أهلا ومرحبا بكم دكتور، تفضلوا في تقديم بحثكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن والاه. بالنسبة لتاريخ العراق حقيقة، والعراق تعرفون أنه فيه النهرين، فقيل تسميته من النهرين، وقيل تسميته من كثرة نخيله، سمي بالسواد وسمي بالعراق لأن هذه عروق، فهذا المعنى العراق. والعراق قديم، ليس يعني قدم البشرية كذلك، ثم أن موقعه الجغرافي موقع استراتيجي لأنه موقع وسطي بين الشرق والغرب، وكان العراق سابقا هو يعني تمر منه قوافل التجارة من الشرق إلى الغرب وبالعكس، وتكوين البشري، وطبعا هو في وسط أو بين دولتين متنازعتين قديمتين، وهما الدولة الفارسية، نعم، والدولة الرومانية، ولذلك كان هو محصلة صراع في هذا طول التاريخ، محصلة صراع فضلا عن الثروات التي فيه. أما التركيبة السكانية فمن ذلك الزمان، يعني العراق هو محط القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية إلى العالم من أول البشرية، من خلق سيدنا آدم، نعم، وأبناؤه، يعني قيل أنه كان في جنوب الجزيرة وهي اليمن، نعم، وقيل غير ذلك، لكن هذا الأشهر عند مؤرخينا يعني. فلذلك اليمن كانت الهجرات تخرج منها إلى العالم كله، فسيدنا آدم هو أصل البشرية وليس داروين وقرده إن شاء الله. فلذلك هذه مسألة مهمة في تصور المكانة العراقية من كل الجوانب الاستراتيجية. الشيء الآخر أن يعني العراق لعب كذلك دورا في هذه، كان مؤثرا وكان متأثرا. جانب التأثير مثلا أنه كان هناك أهم شيء الإنسان، فكان الإنسان يعني يتميز بصفات إيجابية كثيرة. الشخصية العراقية، كل شخصية لها سلبياتها ولها يعني إيجابياتها، لكن إيجابيات الشخصية العراقية كثيرة، منها الكرم، منها الإيثار، منها الرجولة، منها يعني الحفاظ على السمعة، يعني الغيرة موجودة فيه. وفيها كذلك شيء من التلون، تتلون بصورة عامة إلا الذين، نعم، إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. فلذلك هذه مسألة مهمة في رصد الحركة العراقية في كثير من القضايا التي تتعلق، كانت في عالم القديم أو العالم الوسيط أو الحديث.
وإن كنت أنا لا أحب هذه التقسيمات، لأن أستاذي أحمد شلبي يقول نحن كله تاريخ، لا نمشي على التزمين الغربي، إحنا لا زال الإسلام لا زال مستمرا، فحركة الإسلام ولم يتوقف الإسلام ولم يتغير فهو موجود، فإذا نقول التاريخ الإسلامي، وهذا طبعا مخالف لكل الأقسام التي نعم. بالنسبة لصلاح الدين ودوره في هذا الأمر، صلاح الدين من ولادة تكريت، كانت أوروبا تعاني من أزمة اقتصادية نعم، ويعني وارتباكات اجتماعية، فقالوا لهم اذهبوا إلى بلاد السمن والعسل وافتحوا وارفعوا الظلمة عن قبر المسيح أو عن مولد المسيح في الأقصى، فخرجت هذه الجيوش مشيا وركوب ومشي على كل ضامر، فلذلك ومروا طبعا من أوروبا ومروا على القسطنطينية، وحصلت حرب بينهم هؤلاء لأنهم أكثرهم اللي خرجوا قطاع طرق ومشردين وجوع، فلذلك اللي عندهم يسموه التفسير الاقتصادي أو التفسير الماركسي يفسر هذه الأمور بأن يعني هؤلاء جوعى وخرجوا بسبب الاقتصادي، لا هو كان تحت مظلة الصليب وهذه المعنى، فوصلوا إلى ودخلوا الأقصى وقتلوا في أول ما دخلوا 70,000 رجل أو شخص يعني 70,000 من العلماء وغيرهم، وتقصدوا العلماء وكانت الخيل تخوض في الدم إلى ركبها، الخيل تخوض بالدم. طيب فلما فتحها صلاح الدين رحمه الله أسلم على يديه 35 من الفرسان، يعني أمراء النبلاء والفرسان، وهي طبقة، الفرسان طبقة من طبقات المجتمع الأوروبي في ذلك الزمان، أسلموا بسبب المعاملة، يعني ريتشارد قلب الأسد كان مريض راح هو تنكر وراح عالجه، كان طبيب كذلك صلاح الدين نعم، وأحس به هذا وأرسل وراءه، ولكن صلاح الدين أحس بهذا فغير الطريق الذي هرب منه، يعني وهو جاي يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. طيب فبعد ذلك صلاح الدين عندما فتح الأقصى الأسرى قال لهم ارجعوا لبلادكم وهذا مصروف جيب لكم بالطريق. هذه الحضارة الإسلامية، هذه الرحمة الإسلامية، قتلوا إلنا 70,000 أول دخولهم يعطيهم خارجية حتى يرجعوا إلى أهلهم نعم، ولكن مع هذا بقى كثير منهم في لبنان وفي عكا وفي غيرها، فلذلك حاربهم كذلك، أو أكمل بعد ذلك الحاجي اسمه إيش، حاجي من المماليك فتح عكا، ولكن في معركة مش حطين الأخرى إيش الشهيرة نعم، فحطين قادها المماليك، وعفوا الأخرى اللي صاح فيها وإسلاما قطز كان هو القائد فيها، عين جالوت نعم، وذيك حطين صلاح الدين. في العصر الحديث بدأوا أو من القرن 19 بدأ اليهود يبحثون لهم عن وطن يعني وطن يهودي. بالنسبة للدور العراقي وخاصة الإسلاميين مع الفلسطينيين الذين هجروا في 48، الفلسطينيين العراقيين إلى الآن يحشون عراقي ويعني يحنون ونعم يعني، فلذلك كان لهم دور، فلذلك الشيخ أمجد الزهاوي أسس جمعية الأخوة الإسلامية، وهذه رسالة ماجستير عن جمعية الأخوة الإسلامية لمن إيمان عبد الحميد الدباغ من الموصل، فهذه المرحلة الأولى قبل أن تتحول الجمعية إلى جمعية سرية نعم، فالجمعية الأخوة أسست، فكان رئيسها الشيخ أمجد،
ومدير أو الأمين العام الشيخ الصواف. ويقول الشيخ أمجد إنه أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأحمل كتاب الفقه هكذا دا أقرأ، يقول فضرب بوجهه قال قوم انتهى وقت الكسل، فعلمت أنه يجب أشتغل بالدعوة. وأول مؤتمر للأقصى كان من العراق عام 1951 الإخوان تأسست 47 نعم في 47 حتى نعم. فكان وبعدها كانت مسألة بورتسموث. يقول يوسف العظم وعبد الله العقيل كلنا نحمل الشيخ على أكتافنا وست ساعات يخطب، دعا جميع الأحزاب إلى أن تقف في وجه هاي في بورتسموث وغيرها، ودقت الجسر جسر الشهداء 48. المسألة الأخرى أنه يعني أنهم شكل مشروع سموه أو هو شكل شيخ أمجد وشيخ صواف جمعية إنقاذ فلسطين، جمعية خاصة، ثم بعد ذلك أسس مشروع الفلس شيخ أمجد، كان جمع التبرعات تبرعات نعم. بعد ذلك صدر قرار التقسيم من الأمم المتحدة، فهاج العالم الإسلامي كله، لكن كان يحمله في يحكمه مثل ما يحكمنا الآن. فيصل الأول يقول نحن أبناء عم مع اليهود ويجب أن نعطيهم مكان ليسكنوا فيه. وعندك هذا الآخر هنري كوريل في مصر، طبعا الشيوعيين العرب عندهم حس يعني هذا الإيمان جذوته في القلب إن كان تعصبا قوميا أو إسلاميا. فهذا محمد سليمان رئيس حزب الشيوعي كان في مصر يدرس، يقول طلعنا مظاهرات لم نستحمل هذا. فرئيس الحزب هنري كوريل يقول ماذا قال لي؟ إنك لم تصل إلى درجة الإلحاد فتحتاج إلى أن تقرأ في الإلحاد كثيرا. وقال إن إسرائيل هي واحة الديمقراطية في صحراء العرب. دكتور يمكن نتوقف هنا. أيوة. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للدكتور ليث سعود اللي يعني أضاء الكثير على تاريخ دور العراق في القضية الفلسطينية. أترك الحديث الآن للأستاذ حاتم الفلاحي الباحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، يتحدث لنا عن دور الجيش العراقي ودور العراقيين في معارك تحرير فلسطين، معارك التي حصلت من أجل فلسطين. تفضل أستاذ حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور، أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز راسام على دعوتهم لهذه الندوة لإلقاء هذه المحاضرة في ذكرى الإسراء والمعراج، وأبدأ الحديث عن دور الجيش العراقي في الحروب التي جرت ضد الكيان الصهيوني في فلسطين. قبل البدء بالحديث أود أن أشير من هو هذا الجيش الذي قاتل فلسطين في عام 1948 وفي عام 1967 وفي عام 1973. أود أن أعرج تعريج بسيط على هذا التاريخ ثم أدخل إلى الحروب التي جرت مع الكيان الصهيوني. بداية لتاريخ 2 تشرين الثاني عام 1920، تم تشكيل الوزارة الأولى في العراق والتي سميت بالوزارة النقيبية، والتي كانت برئاسة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن النقيب. في 23 آب عام 1921 تم تتويج الملك فيصل ملكا على العراق، وقدم عبد الرحمن النقيب استقالته إلى الملك. وفي 10 أيلول عام 1921 تم تشكيل الحكومة الثانية أو الوزارة الثانية برئاسة عبد الرحمن النقيب أيضا، وتم تولية منصب وزير الدفاع الوطني إلى الفريق الركن جعفر العسكري. وجعفر العسكري هو شخصية معروفة، كان ضابط في الجيش العثماني، وبعد أن تم تشكيل الجيش العراقي جئ به إلى منصب وزير الدفاع الوطني، لم تسمى وزارة الدفاع وإنما وزير الدفاع الوطني في تلك الفترة. اعتمد جعفر العسكري على تشكيل الجيش العراقي في تلك الفترة على الضباط العراقيين الذين اشتركوا في الفترة السابقة مع الجيش العثماني،
وكثير من هؤلاء الضباط هم أعضاء في الحركة التحررية العربية التي انطلقت ضد الكيان الصهيوني بعد عام 1941. بدأ بتشكيل الجيش بعشرة ضباط، ثم بعد ذلك أخذ الجيش يتوسع قليلا قليلا حتى أصبح عدد الجيش العراقي ما يقارب 4000 مقاتل في عام 1921. طبعا تشكيل الجيش كان في 6 كانون عام 1921، كان فوج اسمه فوج موسى الكاظم. ثم أخذ الجيش بالتوسع خلال هذه الفترة، فأصبح مؤلف من الحرس الملكي وستة أفواج مشات وثلاث بطاريات مدفعية جبلية وبطارية ميدان وثلاث سرايا آلية وسرية حرس حدود. في عام 1927 بدأ الاستعداد لتشكيل القوة الجوية العراقية، وتم إرسال خمسة طلاب إلى الكلية البريطانية، الكلية الجوية البريطانية. وفي عام 1931 قدمت أول خمس طائرات إلى العراق. في عام 1935 وافق مجلس الوزراء على تشكيل أسطول نهري، يتألف هذا الأسطول من أربع سفن نهرية مزودة بمدافع ورشاشات. خلال هذه الفترة انبرى الكثير من الضباط، منهم العقداء الأربعة الذين شاركوا في ثورة مايس رشيد علي القيلاني في عام 1941، وكثير من الضباط الذين شاركوا بتشكيل الجيش العراقي قاموا بعمليات كثيرة جدا لدعم الأخوة في فلسطين ضد الكيان الصهيوني، ومنهم هؤلاء مثلا صلاح الدين الصباغ، العقيد صلاح الدين الصباغ وحسين فهمي وغيرهم من الضباط، بحيث يقول في مذكراته فرسان العروبة صلاح الدين الصباغ، يقول: تم إمداد الأخوة في فلسطين بما يقارب 1000 بندقية وأكثر من 100,000 إطلاقة خلال هذه الفترة لمواجهة الكيان الصهيوني. في تشرين الثاني عام 1947، طبعا هذه الفترة تتخللها الكثير من الأحداث، ولكن لضيق الوقت سأنتقل إلى مفاصل حيوية في هذه القضية. في 47 صدر قرار التقسيم من هيئة الأمم المتحدة بالنسبة لفلسطين، وبهذا خرجت المظاهرات العارمة في البلدان العربية كافة سواء في العراق وفي مصر تنادي وتندد بمواقف الدول الكبرى من هذا القرار، وتطالب الحكومات للقيام بواجبها بالنسبة لتحرير فلسطين. خلال هذه الفترة صرحت بريطانيا بأنها سوف تنهي الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1948 في 15 أيار عام 1948. طبعا العراق كان تحت الانتداب البريطاني، الأردن أو إمارة شرق الأردن كانت تحت الانتداب البريطاني، أضف إلى هذا بأن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني، بينما كانت لبنان وسوريا ومصر كانت تحت الانتداب الفرنسي خلال هذه الفترة. بعد إعلان البريطانيين أنهم سيقومون بالانسحاب عام 1948 في 15 أيار، خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون القوات البريطانية هي المسؤولة عن أمن المناطق الفلسطينية، بحيث لا يمكن للكيان الصهيوني أن يقوم بالتوسع خلال هذه الفترة. ولكن الذي جرى، جرت عملية تسليم ما بين الجيش البريطاني الذي كان يسيطر على الأراضي الفلسطينية وبين اليهود أو العصابات اليهودية التي سيطرت على الموقف في الداخل الفلسطيني في تلك الفترة، وبالتالي تم تسليم الكثير من الأراضي قبل عملية انسحاب الجيش البريطاني، بحيث يذكر الماريشال مونتجمري الذي كان رئيسا للجيوش البريطانية في مذكراته، يقول بأنه زار فلسطين ووجد بأنه الحالة كانت سيئة جدا بسبب العصابات الإجرامية للمنظمات الإرهابية اليهودية، ومنها منظمة أرغون ومنظمة شتيرين. هذه الأحداث أجبرت الحكومات العربية على أن تتخذ موقف باتجاه فلسطين، وبالتالي حدثت خلال هذه الفترة العديد من الاجتماعات ما بين الدول العربية أو الحكومات العربية لاتخاذ موقف، ولكن جميع هذه الاجتماعات لم تتوصل إلى موقف حازم بالنسبة للدول العربية لغرض مواجهة الكيان الصهيوني بعد 15 أيار عام 1948. طبعا خلال هذه الفترة يعني الجيش العراقي كان يتكون من فرقتين، فرقة في الديوانية والفرقة الأخرى هي فرقة في شمال العراق، وهي فرقة جبلية، بحيث حتى النقلية لهذه الفرقة كانت نقلية حيوانية وليس نقلية آلية،
وبالتالي كانت القطاعات العسكرية قليلة جدا قياسا بما يمتلكه العراق بعد ذلك من سنوات من إمكانيات وقدرات عسكرية، سواء كانت آلية أو مدرعة أو كانت قوة جوية. في خلال هذه الفترة اجتمعت القيادات العسكرية في الأردن مع العديد من رؤساء الضباط الموجودين الممثلين لأقطارهم في الأردن بإشراف الجامعة العربية، وطلب من القادة العراقيين أن يقدموا تقدير موقف لما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد 15 أيار عام 48. خلال هذه الفترة قرر العراق أن يشارك بقوة برية وقوة جوية في حال أنه فشلت الفلسطينيين أو جيش الإنقاذ الفلسطيني أو جيش التحرير كما سمي في تلك الفترة من استعادة المناطق الفلسطينية، يمكن للجيوش العربية أن تتقدم لاستعادة المناطق التي سيطر عليها اليهود، وخاصة المناطق التي كانت خارج قرار التقسيم الذي صدر من الأمم المتحدة في تلك الفترة. فأرسل العراق قوة آلية، هذه القوة الآلية مؤلفة من مقر القوة وسرية مخابرة وفوج آلي وكتيبة مدرعات خالد وكتيبة الصحراء الآلية الثالثة وسرية هندسة ووحدة ميدان ومعمل سيار للقوة الآلية، بحيث مجموع هذه القوة تقريبا وصل إلى ما يقارب 4000 جندي بالإضافة إلى أكثر من 300 ضابط يعني. ثم أردف بذلك بقوة أخرى وهي اللواء الأول، هذا اللواء الأول أيضا يتكون من مقر وأفواج ثلاثة إضافة إلى سرية هندسة وحظيرة مخابرة. فعندما تطور الموقف بعد ذلك ارتأت القيادة بأن تهيئ عدد من القطعات التي يمكن إرسالها إذا ما تطلب الموقف من زيادة بعد 15 أيار. بعد 15 أيار بعد أن انسحبت القوات البريطانية، علما بأنه الانسحاب كان قبل هذا التاريخ بفترة طويلة جدا، بدأت المعارك في فلسطين، وبدأ الجيش العراقي حقيقة يخوض معارك كبيرة جدا في الداخل الفلسطيني بالإسناد القوات المتواجدة. خلال هذه الفترة الجيوش العربية التي شاركت في هذه المعركة حقيقة الجيش اللبناني والجيش السوري كانت جيوش حديثة التشكيل وكانت أعدادها قليلة جدا ولا يمكن لها أن تطلع بدور قتالي في هذه الحرب. وبالتالي نأتي إلى الجيش الأردني. الجيش الأردني القيادة التي تسيطر على الجيش هي قيادة بريطانية، وهذه القيادة رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الخطة التي وضعها القادة العراقيين في الاجتماع الذي دار في القصر الملكي. وبالتالي عندما بدأت الأحداث تتوالى وبدأت تصعيد الموقف بعد 15 أيار 48، رفض الجيش الأردني تنفيذ الأوامر الصادرة له لأنه القائد البريطاني رفض تنفيذ هذه الأوامر. أما فيما يخص الجيش المصري، الجيش المصري رغم الإمكانيات التي كان يمتلكها عام 48، ولكنه عندما تم فرز القوة لم يفرز إلا قوة لواء واحد، علما بأنه كان هناك عدد من الضباط العراقيين الذين كانوا في طريقهم إلى لندن للدراسة في الأكاديميات العسكرية البريطانية، يقولون حضرنا استعراض للقوات المصرية. هذه القوات كانت مؤلفة من فرقتين متكاملة العدد والعدة، ولكن عندما تم إفراز القوة في حرب 48 كانت هذه القوة قليلة جداً، وبالتالي لم تستطع هذه القوات أن تواكب العصابات اليهودية التي كانت مدعومة بشكل كبير جدا من قبل الغرب في هذه المعركة. بعد تطور الموقف في الأردن اضطرت القيادة العسكرية العراقية أن تقوم بإرسال اللواء الرابع من الفرقة الثانية، يعني بعد ذلك نسب للفرقة الثانية، بدفعه كتعزيزات للجيش العراقي الذي تم نشره على مساحة واسعة مما أضعف قدراته على المقاومة. خلال هذه الفترة طبعا دارت العديد من المعارك، من أهم هذه المعارك هي معركة جنين، هذه المعركة التي استبسل فيها الجيش العراقي بشكل كبير جدا، وخاصة الفوج الذي كان يقوده المقدم ركن عمر علي الذي قاتل ببسالة في هذا المكان، وتم استشهاد عدد كبير جدا من الجنود العراقيين في هذه المعركة. أضف إلى هذا بأن هذه المعركة استمرت لفترة طويلة، بحيث القوات العراقية بقيت لفترة طويلة بعد أن انتهت، بعد أن تم توقيع الهدنة، أول بداية الهدنة تم توقيعها مع مصر،
ثم بعد ذلك تم التوقيع مع فلسطين مع الأردن، ثم بعد ذلك تم التوقيع مع لبنان، وتم التوقيع مع سوريا، بحيث أصبحت القوات العراقية هي القوات الوحيدة التي لم توقع حدنة مع الكيان الصهيوني في هذه المعركة، وأصبح بقائها في هذه المناطق يعني حقيقة يشكل عبء سياسي كبير جدا على القيادة العراقية إذا ما حصلت معركة، بحيث يمكن أن يقوم الكيان الصهيوني بهجوم ماسع على القوة العراقية ويمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقلاه. فاضطرت القيادة العسكرية العراقية في تلك الفترة أن تطلب بانسحاب القوات العراقية المتواجدة في 48 إلى العراق. أما بالنسبة لحرب 67، في حرب 67 عندما بدأت نذر الحرب واضحة في 67، يذكر مثلا اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمه الله في مذكراته يقول: أني كنت أستمع إلى الأخبار التي تصدر من الكيان الصهيوني، وأستمع إلى الكلمات التي كانت تصدر من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الأركان، والتي كانت فيها تهديدات صريحة وواضحة بأنه سيقومون بعمل عسكري. يقول: حتى أني كنت أنزوي في, في, في البيت في زاوية مظلمة، ثم أطفئ الأنوار ثم أستمع إلى هذه الأقوال. يقول: فإذا بدموعي تنصب وتنسكب على خدودي سخية ساخنة. يقول: ثم أتساءل: هل نحن عرب فعلا؟ هل نحن مسلمون؟ ما تفعل الصهاينة في فلسطين هو عار على العرب بأن يصمتوا على ما يجري في فلسطين. يقول: فكتبت أكثر من مقال. يقول: أحد المقالات كتبته وقلت بأنه يجب أن تستخدم القوة في التعامل مع الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة، وبالتالي هي القوة الوحيدة القادرة على إيقاف هذه العصابات الصهيونية في فلسطين. يقول: وفي المقال الثاني الذي كتبته لجريدة الجمهورية كتبت بأنه سيكون هناك عدوان إسرائيلي، وهذا العدوان ستكون فيه الضربة الأولى لإسرائيل، وسيكون يوم 5 حزيران، بحيث حتى الوقت الذي يبدأ فيه الهجوم تم تثبيته. يقول: وفعلا في يوم 5 حزيران قامت إسرائيل بهجوم كبير جدا شمل 3 دول عربية: مصر والأردن وسوريا. طبعا هذا الأستاذ حاتم هو توقع الحرب قبل 4 أيام من حدوثها. نعم 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 صحيح. طبعا خلال هذه الفترة يعني عندما وقعت الحرب، طبعا هذه الحرب حقيقة بدأت بضربة جوية، هذه الضربة الجوية استمرت الضربة الأولى ما يقارب 75 دقيقة على المطارات المصرية، بحيث تم تدمير تقريبا 3/4 القوة الجوية المصرية في هذه المعركة، وأخرجت تماما من المعركة. ثم بعد ذلك تم ضرب طبعا هذه ب3 دفعات متتالية، يعني عندما أتكلم عن 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 الضربة الجوية الأولى التي نفذت باتجاه مصر، أتكلم عن 3 موجات. هذه الموجات لا تقل عن 160 طائرة في الموجة الأولى، والموجة الثانية 178 160 و150 طائرة قامت بضرب جميع الأهداف، سواء كانت مطارات أو سواء كانت طائرات في 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 مثل موجودة في الهناجر أو حتى بالنسبة للدفاع الجوي، لبطاريات الصواريخ، للمدفعية. ضربة شاملة، هذه الضربة الشاملة أخرجت القوة الجوية المصرية من المعادلة، وأخرجت القوة الجوية أيضا الأردنية من المعادلة، والقوة الجوية السورية أيضا من المعادلة، بحيث السوريين لديهم 75 طائرة، دمرت أكثر من 54 طائرة في هذه الهجمات، وبالتالي أصبح هناك تفوق جوي إسرائيلي كامل. فبعد ذلك بدأ الهجوم البري. الهجوم البري في حرب 67 استطاع الكيان الصهيوني أن يقوم باحتلال سيناء واحتلال الضفة الغربية وغزة التي كانت تحت سيطرة الجيش المصري، وأن يحتل الجولان السورية، بالإضافة إلى مناطق كثيرة جدا كان يسيطر عليها الجيش الأردني الذي استلمها من الجيش العراقي عندما انسحب من فلسطين، بما فيها جنين والكثير من المناطق تم السيطرة عليها من قبل الجيش الصهيوني في هذه المعركة. هنا قبل بدء المعركة حقيقة كانت هناك قراءة للقادة العسكريين العراقيين بأنه ستكون هناك معركة ويجب أن نتهيأ لخوض هذه المعركة، ولكن هذه المعركة كانت محسومة ضمن توقيتات معينة، بحيث لم تستمر لفترة طويلة جدا، وبالتالي تم إشراك القوة الجوية العراقية بصورة فعالة ومؤثرة بشكل كبير جدا، حيث قامت الطائرات العراقية خلال هذه الفترة
يعني من المتصديات التي شاركت ما يقارب 26 طائرة ميغ 21 ومقاتلات قاذفة ما يقارب 48 طائرة هوغر هنتر وميغ 17 وقاصفات التيو 16 واليوشن 28 بحيث إجمالي الطائرات ما يقارب أكثر من 128 طائرة شاركت على شكل موجات وعلى شكل أسراب لتنفيذ عمليات في الداخل الإسرائيلي. وخلال هذه الفترة تم إيقاع خسائر كبيرة جدا لأنه كانت الكثير من نستطيع أن نقول من المواجهات الجوية التي كانت تجري ما بين الطيارين العراقيين والطيارين الإسرائيليين، بحيث الطائرة العراقية تذهب إلى إسرائيل وتعود فلا يبقى لديهم وقود لغرض المناجزة الجوية فيقوم بالهبوط، فعند الهبوط تكون هناك طائرات إسرائيلية متواجدة فيضربون الطائرة وهي على المدرج فيقومون بإحراقها. خسر العراق العدد من الطائرات، إضافة إلى هذا بأنه كانت هناك قوة مؤلفة من لواء كانت بصدد إرسالها إلى سوريا، عندما بدأت المعركة تم دفعها إلى الأردن لتعزيز الدفاعات الأردنية خلال هذه الفترة. وحقيقة يتكلم اللواء ركن محمود شيد خطاب عن هذه القضية بإسهاب فيقول هي لم تكن نكسة وإنما كانت نكبة، لأن النكسة يمكن للمريض عندما ينتكس أن يشفى بمعالجة، ولكن ما جرى في عام 67 هي كانت نكبة كبيرة جدا للعرب لأنهم خسروا أراضي، كان التفاوض على فلسطين أصبح التفاوض على الجولان وأصبح التفاوض بعد ذلك على سيناء ومناطق أخرى من الدول العربية. في حرب 73 كان دور الجيش العراقي دور كبير جدا، يعني كانت المشاركة على الجبهة السورية والمشاركة على الجبهة المصرية، كانت هناك مشاركة برية وكانت هناك مشاركة جوية. في حرب 48 كانت المشاركة العراقية مشاركة برية ومشاركة هزيلة للقوة الجوية في تلك الفترة، أما في حرب 67 كانت هناك مشاركة جوية فعالة ومؤثرة. في خلال هذه الفترة ما بين 67 إلى 73 استطاع العراق أن يحصل على عدد كبير جدا من الطائرات ومن المدرعات من نوعية أم 24 وناقلات جنود مدرعة وأم 113، قسم من عدها أمريكية والقسم الآخر بريطاني، لأنه بريطانيا وإيران كانت تريد أن تجر العراق من المعسكر الشرقي بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وبذلك قامت بتزويد العراق بالكثير من الأسلحة خلال هذه الفترة. كما خلال هذه الفترة حصل العراق على طائرات نوع ميغ 21 وقاصفات خفيفة ومتوسطة نوع تيو 28 وبالإضافة إلى الدبابات تيو 75 تي 55. وفي عام 67 نقول شاركت وحدات برية وعدد من الطائرات القاصفة بالتصدي أو تنفيذ واجبات للتصدي لهجمات مقابلة يمكن أن تشن على القوات العراقية. فكرة العمليات لهذه المعركة، فكرة العمليات كانت تقوم المصرية السورية كانت تقوم على التصور مبني كان على كما ذكره السادات في مذكراته في كتاب حرب رمضان، قال السادات بأنه على القيادة المصرية أن تخطط للقيام بعملية هجومية استراتيجية مشتركة تنفذ بالتعاون مع القوات السورية، وتقوم مصر باقتحام معبر مدبر لقناة السويس وتدمير خط بارليف والاستيلاء على رؤوس جسور بعمق 10 إلى 15 كيلومتر على الضفة الشرقية وتكبيد الإسرائيليين خسائر كبيرة، وبنفس الوقت يعني تنفذ القوات السورية أيضا هجوم تخترق فيه القوات والدفاعات الجوية في الدفاعات البرية في الجولان، وتقوم بتشتيت قوات العدو والوصول إلى نهر الأردن. هذه النظرة للعمليات القيادة العراقية لم تكن توافق على مثل هذه الفكرة، لأنه الفكرة العراقية هو استرجاع فلسطين وليس استرجاع هذه الأراضي فقط، فكان لابد أن تكون هناك خطة شاملة لجميع الأراضي التي سيطر عليها الكيان الصهيوني في تلك الفترة. فلذلك لم يبلغ العراق بمسألة الهجوم على الهجوم المصري السوري على هذه المناطق. ومع هذا كانت هناك زيارة للسادات، خلال هذه الزيارة طلب من القيادة العراقية سربين من الطائرات اللي هي الهوكر هنتر، السربين يتألفون من 24 طائرة، طلب هذين السربين للمجيء إلى مصر لتنفيذ واجبات يمكن أن يكلفون بها في العمق الإسرائيلي، فوافق العراق وتم إرسال هذه الطائرات في يوم 7 نيسان
عام 1973 بحيث كانت على الأراضي المصرية ونزلت في المطارات وأخذت تتدرب مع القيادات المصرية على أسلوب الطيران وعلى الدفاعات الجوية وعلى أماكن الصواريخ وعلى بالإضافة إلى الخرائط التي يمكن أن تؤمن لهم للقيام بالواجبات في الداخل الإسرائيلي. أضف إلى هذا بأنه المصريين والسوريين اعتقدوا بأن العراق غير قادر على الدخول في هذه المواجهة لأسباب متعددة، من ضمن هذه الأسباب بأن هناك وجود تهديد إيراني من البوابة الشرقية قائم لا زال قائم بشكل كبير جدا باتجاه العراق. أضف إلى هذا بأنه مدة إنجاز الواجب قد تكون قليلة جدا، دائما الحروب العربية الإسرائيلية تكون محكومة بضمن مدة زمنية، خلال هذه المدة الزمنية يكون هناك تدخل غربي خصوصا إذا ما كانت القوات الإسرائيلية في موقف حرج، فيتم صدور قرار بوقف إطلاق النار وبذلك تكون المشاركة العراقية بعيدة جدا لبعد المسافة وعدم وجود قوات بحيث تستطيع أن تصل خلال هذه المدة القصيرة من الحرب. عندما بدأت المعركة وبدأ الاجتياز تم الاتصال من قبل القيادة العراقية برئاسة أحمد حسن البكر رحمه الله بالقيادة المصرية وأخبرهم بأن العراق سيدخل الحرب معكم وأنه جاهز بتأمين أسراب الهوغر هانتر بما تحتاج إليه من ذخائر ومن عتاد ومن أمور إدارية إضافة إلى تقديم الدعم المالي لهذه المعركة. يضاف إلى هذا بأنه تم الاتصال بالقيادة السورية وتم إبلاغهم بأن العراق سيقوم بدعمهم بالقوات البرية، أضف إلى هذا إلى القوات الجوية بالإضافة إلى الدعم المالي. أضف إلى هذا بأن العراق اتخذ العديد من القرارات في هذه القضية، أولا استخدام النفط كسلاح في المعركة بحيث تم إيقاف تصدير النفط إلى البلدان التي شاركت في دعم الكيان الصهيوني في هذه المعركة. أضف إلى هذا كانت هي سبب في تأميم حصة أمريكا من شركة نفط البصرة وبذلك استخدم النفط فعلا كسلاح في هذه المعركة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات مثل ما يذكر رئيس أركان الجيش العراقي المرحوم عبد الجبار شنشل يقول تم إبلاغ القوات العراقية بأنه يجب الدخول إلى الإنذار جيم وتهيئة القطاعات للقيام بواجبات باتجاه الجبهة السورية. طبعا أضف إلى هذا بأنه خلال هذه الفترة تم الاتصال بالاتحاد السوفيتي حسب العلاقة القوية التي كانت تربطه مع الحكومة العراقية، وطلب منها بأنه يجب أن تكون هناك رسالة لإيران بعدم التدخل في العراق كون العراق سيقوم بإرسال الكثير من القوات العسكرية إلى سوريا لدعم الجبهة السورية، وفعلا تم تحريق قطاعات روسية باتجاه الحدود الأردنية وتم إبلاغ الجانب الإيراني بالحذر من التدخل في الشأن العراقي خلال هذه الفترة. القطاعات التي حشدت إلى هذه المعركة، طبعا القطاعات التي حشدت إلى هذه المعركة هي قطاعات كبيرة جدا، فرقتين مدرعة هي الفرقة السادسة والفرقة الثالثة، هذان الفرقتين فرق مدرعة. أضف إلى هذا بأن هناك كان لواء جبلي اللي هو اللواء الرابع ولواء قوات خاصة، أضف إلى هذا 12 كتيبة مدفعية إضافة إلى الوحدات الإدارية، أضف إلى هذا إلى الوحدات الميدان الطبية، أضف إلى هذا مقاومة الطائرات، يعني بحيث عندما صدرت الأوامر إلى لواء الـ 12 المدرع بالتحرك إلى الجبهة السورية المسافة التي تقطع ما يقارب 1300 إلى 1350، أما هناك مثلا اللواء 20 المدرع كان في العمارة عندما صدر الأمر بالحركة باتجاه سوريا المسافة ما يقارب تصل إلى أكثر من 1550 كيلومتر. النقلية المتواجدة لدى الجيش العراقي في تلك الفترة كانت تستطيع أن تنقل لواء مدرع واحد فقط، وبالتالي لا يمكن نقل جميع هذه القوات مرة واحدة إلى سوريا، وهذا سيتسبب في تأخير القوة المرسلة. فاتخذت القيادة العراقية قرارا بأن تذهب القطاعات المدرعة والآلية على السرف باتجاه سوريا، وبذلك انطلق اللواء الأول اللي هو اللواء الـ 12 في يوم 6 تقريبا 6 على 7 يعني أصبح التنقل جاهز باتجاه سوريا، وبدأت القطاعات العراقية تتنقل بشكل مستمر من المعسكرات التي تتواجد فيها باتجاه الحدود السورية. يعني عندما تتنقل عندك فرقتين مدرعات تتكلم عن 3 ألوية، لواءين مدرعة في كل فرقة ولواء مشاة آلي، آلاف العجلات ومئات الدبابات،
أضف إلى هذا بأنه الذيل الإداري لهذه الوحدات الداعمة والساندة من مخازن عتاد، من أرزاق، وقود، عجلات مياه، مستشفيات، وحدة ميدان طبية، أضف إلى هذا وحدات مدفعية، عتاد مدفعية، فصائل لمقاومة الطائرة، يعني وحدات كبيرة جدا، بحيث عندما وصل معاون رئيس أركان الجيش المرحوم الفريق الركن إسماعيل تيه النعامي إلى القيادة السورية، يقول: عندما بدأت أتكلم مع وزير الدفاع السوري قلت له: لقد جئتك بجيش أوله عندك وآخره في بغداد. وفعلا عندما ترى الرتل الذي يتقدم تجد أن أوائل هذه الأرتال قد وصلت إلى سوريا، ونهاية الأرتال لا زالت تجر من كثير من المناطق العراقية التي هي خارج بغداد باتجاه بغداد، باتجاه الرمادي إلى الورار، ثم باتجاه الشامات، باتجاه سوريا. وصلت القوات العراقية تباعاً، أولاً القطاعات التي وصلت لم تستطع ساحة المعركة لأنها جاءت إلى معركة تنقصها الكثير من الخرائط، تنقصها الكثير من المعلومات. أضف إلى هذا بأنه خط التنقل هو أكثر من، يعني إذا جئنا في أحسن الأحوال أقرب الألوية التي كان لواء الثامن الذي كان في الوراق، يعني يتنقل من 1000 إلى 1100 كيلومتر باتجاه سوريا. فوصلت القطاعات يعني شبه متعبة، ومع هذا كانت المعنويات عالية جدا، ومع هذا كانت هناك حماسة كبيرة جدا للدخول إلى المعركة، خصوصا وأن القوات الإسرائيلية نجحت في الخرق بثلاثة محاور. المحور الأول اصطدم بفرقة المدرعة الخامسة السورية وتم التوقف، ودارت معارك استبسل فيها الجيش السوري في منع هذه القوات من التدخل، من التوغل إلى الداخل السوري، ولكن المحورين الباقية تم النفاذ منها باتجاه الأراضي السورية، وأصبحت دمشق قاب قوسين أو أدنى من القوات الصهيونية المهاجمة. فعندما وصل اللواء 12 المدرع يقول: عندما وصلنا يقول طلب منا بمهاجمة القوة التي تنوي الهجوم على دمشق. يقول: فكان قائد القوة لانر يقول يقف على تل الشعار، والأرتال المدرعة والآلية الصهيونية تتجه باتجاه دمشق. يقول: وإذا باللواء العراقي يدخل ووراءه اللواء الثامن الآلي العراقي أيضا. يقول: إذا يعني الغبار يعلو السماء، وإذا دبابات تتنقل من الجهة لضرب الجناح المهاجم. يقول: فاضطر الأمر الأول، اضطر القائد الصهيوني إلى وقف الهجوم باتجاه دمشق، ثم أخذ تعديل ناصية القوى المتقدمة لكي تصطدم مع القوى المدرعة العراقية. وهنا دارت معركة شرسة جدا، استبسل فيها اللواء 12 المدرع العراقي، وحصلت معركة تم تدمير الكثير من الدبابات الإسرائيلية. وهنا بدأت القوات العراقية تصل تباعا من الفرقة المدرعة اللواء 20 وكثير من الألوية الأخرى. أضف إلى هذا إلى لواء القوات الخاصة التي تم دعم فيه القوة الفرقة الخامسة المدرعة السورية. ثم بدأ الجيش العراقي بتطهير المناطق التي سيطر عليها الجيش الصهيوني خلال هذه الفترة، وتم دفعه وصولا إلى الجولان. وبعد ذلك استكملت القوات العراقية خلال هذه الفترة القوات، بحيث وصلت الفرقة المدرعة السادسة بشكل متكامل، والفرقة الثالثة أصبحت بشكل متكامل. أضف إلى هذا إلى اللواء الجبلي الذي تنقل من الموصل باتجاه حلب، ومن حلب باتجاه دمشق نزولا من الأعلى. نعم، طبعا كان الاتفاق بأنه يكون هناك هجوم شامل للقوى العراقية. الهجوم يشن يوم 24 تشرين الثاني، 23 على 24. أكثر من مرة القوى العراقية تستكمل استحضاراتها وتطلب القيادة السورية التريث في عملية الهجوم، بحيث كانت الخطة شاملة باسترجاع جميع المناطق ثم الاندفاع إلى العمق باتجاه فلسطين الحبيبة. ولكن أثناء هذه الأوضاع، وإذا بمصر تعلن توقيع الهدنة مع الكيان الصهيوني بعد أن تم خرق الجبهة المصرية في فتحة الدفر سوار، ونفاذ قوات مدرعة وآلية تقدر بفيلق كامل خلف الجيش المصري، ودارت معارك استنزف فيها الجيش المصري بشكل كبير جدا. أضف إلى هذا بأنه الضربة الأولى للطائرات العراقية
في العبور المصري كانت ضربات مؤثرة، شملت مراكز القيادة وشملت مرابض المدفعية 175 ملم، أضف إلى هذا بطاريات الصواريخ التي كانت منتشرة ومراكز القيادة. واستمرت الأسراب بتنفيذ الطلعات الجوية حتى سقطت ما يقارب 4 طائرات، وتم أسر ما يقارب طيارين 2 أو 3 في هذه المعركة. أضف إلى هذا بأنه الأسراب التي شاركت في الجبهة السورية كانت 5 أسراب، الميج 19، سرب ميج 19 وميج 21. أضف إلى هذا إلى الهوغر هنتر، كان عندنا أيضا سرب آخر شارك فيها، وإضافة إلى تيو إلى اليوشن. أضف إلى هذا إلى الطائرات الميج وقوات كثيرة جدا، يعني لا أستطيع أسع الوقت أني أذكرها، وإلا هي كثيرة جدا أكثر من 3 صفحات، يعني إذا أردت أتكلم بس على حجم القوة العراقية التي دخلت إلى 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 التي شاركت في سوريا. أضف إلى هذا بأنه اللواء 12 أطلق على هذا اللواء لواء الوليد، لأن هذا اللواء تيمنا بالقائد الإسلامي خالد بن الوليد الذي عبر الصحراء لنجدة إخوانه في معركة اليرموك، وها هو لواء الوليد العراقي ينطلق من الأراضي العراقية ليصل إلى الأراضي السورية ويمنع سقوط دمشق بيد الصهاينة. حقيقة هذه المعارك التي شارك فيها الجيش العراقي، وأنا أضيف إلى هذه القضية أنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، وكنت في وقتها أنا أحد ضباط الحرس الجمهوري، تم صدور الأوامر بانسحاب الجيش الحرس الجمهوري للتدريب على الهجوم على الحاميات الإسرائيلية، وتم تصوير الحاميات الإسرائيلية من قبل الطائرات العراقية، وتم نصب حاميات كاملة للقطعات لغرض التدريب عليها، بحيث قامت سرايا الهندسة الموجودة في الفرق وفي الفيالق ببناء حاميات إسرائيلية متكاملة بمزاق للرمي بكافة الترتيبات الموجودة، وبدأ الجيش الحرس الجمهوري يتدرب على كيفية الهجوم على هذه الحاميات. أما بالنسبة للقوة الجوية فقد تم إصدار الأوامر إلى طائرات السيخوي العراقية التي تستطيع أن تذهب إلى كيان الصهيوني وتنفذ الواجب بدون التزود بالوقود بالتدريب على ضرب الأهداف الإسرائيلية، وكانت جاهزة لتنفيذ هذه المهمات إذا ما طلب منها في المستقبل، ولكن تطور الأحداث باتجاه الكويت حالت عن دون تنفيذ مثل هذه الواجبات. وفي الختام أقول بأنه ستبقى فلسطين هي قضية العرب والمسلمين والشرفاء من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية، وستبقى هي قضية العراق وقضية الأمة المركزية، ولا بد لنا جميعا أن نعمل بجهد وأن نعمل بكل ما نستطيع لاسترجاع الأراضي المغتصبة. وفي الختام حقيقة هناك بيت من الشعر يقول أضاعوني وأي فت أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ حاتم الفلاحي الذي قدم لنا بحثا غنيا عن دور الجيش العراقي في معارك فلسطين. الحقيقة يبقى أن نقول أنه يعني كل الأدوار تحدث عنها الدكتور ليث سعود والأستاذ حاتم الفلاحي لابد أن خرجت من بودقة واحدة، الشعب العراقي منذ البدايات، منذ بداية قضية فلسطين كان معبأ اجتماعيا وطنيا دينيا باتجاه دعم القضية الفلسطينية، وكانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى المركزية التي يدافع عنها حتى ما جرى في العراق، حتى بعد احتلال العراق عام 2003 ظلت القوى المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين تعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى، وما جرى للعراق هو جزء مما حصل لفلسطين أو بسبب فلسطين وبسبب الموقف العراقي، الموقف الشعبي، الموقف الرسمي العراقي مهما كان شكل النظام من فلسطين. أشكركم شكرا جزيلا يعني لاستماعكم لهذه الندوة. أشكر الباحثين الدكتور ليث سعود والأستاذ حاتم الفلاحي على تقديمهم هذه البحوث القيمة. نلتقيكم إن شاء الله في ندوات قادمة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.